من حقنا أننا نشيد بالألتراس اللي كانت حاضرة في المدرجات، رغم أنه ظهرنا بمستوى لا يليق ولا يشرف مع كوريا. بالنسبة للإعلام دوره مهم جدا لبث الروح، وأول شيء وأهم شيء هو التعريف بالقدرات وبالمؤهلات بتاع اللاعبين وبتاع الطاقم. الإعلام دوره مهم في توجيه الطاقات تاع الجماهير، وبالتالي شفنا ما يمكن نتكلموا على المباراة تاع كوريا وتاع عمان بدون أن نتكلم على الجمهور. صحيح. وبالتالي لكل عنصر في اللعبة حقه، ومن حقنا أننا نشيد بالألتراس اللي كانت حاضرة في المدرجات، رغم أنه ظهرنا بمستوى لا يليق ولا يشرف مع كوريا. فمجيئهم مع عمان فكان حافز كبير بالنسبة للاعبين، تنشكروهم، تنتمنى إن شاء الله في المباريات المقبلة أن يكونوا أكثر. الجمهور كذلك ما يمكنش ننساو الدعم دياله، لأنه محفز كبير بالنسبة للاعبين.